والعالم والملقب بملك المقامات والذي سعدنا به في فجر الليلة الدكتور عبد الناصر حرك القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية. الله ربي أسأل لهما التوفيق والسداد ولي ولحضراتكم حسن الاستماع داعيا معالي الدكتور عبد الناصر حرك الى منصة القراءة مشكورا مأجورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله.
العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأمنوا
الربا ضعفا مضاعفا. واتقوا الله، واتقوا الله يا مضاعفة واتقوا الله. واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أعدت للمتقين. وسارعوا عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله تقبل الله منا ومنكم. مبارك فيك يا مولانا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله 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 عليك يا أستاذ. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الله يبارك فيك يا مولانا. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله 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 خالدين فيها ونعم أجر العاملين. خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم
مغفرة من ربهم وجنات جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان هذا بيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن الله يرضى عليك هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا
يبارك فيك كنت مشرف الاذاعه يا مولانا النهارده يا فندم. عليك تعاليك نعم يا ستني يا مولانا طليق. نعم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل القرآن هداية للمقبلين وجعل تلاوته بخشوع تهل دمع العاشقين. أخبر فيه أن الموت نهاية للعالمين وأننا بعد الموت مبعوثين سنقف بذل وخشوع أمام رب العالمين. وترى يومئذ المجرمين في الأصفاد مقربين ليس هناك فرق بين ملك معظم أو إنسان مهين.
هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام تعايشت قلوبنا حتى طارت إلى عنان السماء بتلاوة أبهرت العقول والقلوب والأذان أداء متميز عالم ومعلم أهل القرآن وأهل البيان ملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرس الذي سعدنا به في فجر الليلة وسنسعد به أيضا في قرآن الجمعة القادمة من بورسعيد وهو أيضا علم من أعلام دولة القرآن بمصر والعالم الإسلامي وابن من أبناء محافظة الغربية محافظة العلماء والقراء محافظة الغربية أهل القرآن وأهل السمع. الهندسة الصوتية والضوئية وفخر قصور ضيافة متحركة لؤلؤة فراشات محافظة الغربية أولاد البنبي المقيمين بشوبة بلسطة محافظة الغربية. ستنقل هذه الليلة عبر وسائل الانترنت ومواقع اليوتيوب مهندس احمد شوار والمهندس محمد عزة الخريعي باسم العائلة الكريمة عائلة الصفتي اولاد المرحوم الشيخ علي الصفتي نيابة عن العائلة الحج محمد الصفتي والحج جمال الصفتي وعم الحج حسن الصفتي. اتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل ما تقدم بالعزاء وكان سعيكم مشكورا ودائما وابدا البقاء لله وحده. وبعد قليل القرآن الكريم.